رمضان يزهر بالمحبة والتقى وبساحه الجمع التقي قد التقى وترى القلوب ترق في أجوائه فمضى الغريم إلى الغريم معانقا وترى الأيادي قد تباسط كفها بأثير مال قد غدا متصدقا والكل شمر للعبادة يبتغي صدق الإنابة أو دنوا أو ثقا رمضان مدرسة تهذب روحنا رمضان مدرسة تهذب روحنا وسلوكنا لنحوز أسمى مرتقى. أنا أشهد أن رمضان مدرسة لتربية النفوس ولعلم يقول إذلال لله عز وجل أكثر فأكثر صياما عن الأكل والشرب والغيبة والنميمة وجميع الذنوب وتحمل المشاق ويعني نذوق شوية ألم الجوع اللي يشعر به ويعني يذوقه الفقراء والمساكين طيلة السنة. في ناس يتذوقوا الألم هذا ترى طيلة السنة. في ناس عندهم ترى في اليوم وجبة وجبتين بالكثير، ترى ما في شيء اسمه سناك ولا فواكه خضار، ما في طول السنة يعني. ففي فقراء كما خلق الله ورزق الله الأغنياء أيضا وجد فقراء، فنسأل الله عز وجل أن يغنيهم من واسع فضله يا رب العالمين. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.